طبعا الاستاذ اشرف ليه يد كبيره وفكر كبير انه يطلع مسرح مصر. بس السؤال هنا لما الفكره بتاعتكم دي ناس تانية حاولت تقلدها او التجربه دي ناس حاولت تعمل, ليه ما نجحتش او ما حققتش النجاح اللي انتوا حققته؟ يعني تفتكر بخلاف وجود استاذ اشرف في وجهه نظرك بعد السنين دي كان ايه السبب؟ بص انا ما اقدرش اقول على حاجه نجحت او فشلت, كان رد فعل الناس وكان استمراريتها بتثبت نجاحها او عدم نجاحها. ما اقدرش اقول فشل بس ما حققتش النجاح اللي انتوا حققته. هي بقى دي نصيب يعني, هي في الاخر كلها بتاعت ربنا. ربنا اللي كاتب لنا ان احنا نوصل للنجاح ده, كاتب لغيرنا يوصل لنجاح اقل, كاتب لغيرنا يوصل لنجاح اقل. شايف ايه اللي ممكن يبقى غير طبعا وجود استاذ اشرف عبد الباقي, ايه اللي ممكن يكون عندكم كان مخلي فيه خلطه نجاح او مخلي فيه سبب لنجاح العروض دي 7 سنين؟ هو اولا الحمد لله احنا كلنا اخوات واصحاب, يعني استاذ اشرف عبد الباقي حتى اتفاجئ ان احنا عارفين بعض, يعني احنا كلنا كنا اصحاب وما نعرفش ان استاذ اشرف جمعنا, يعني احنا ما نعرفش. يعني رحنا اول ميتنج لقينا الناس دي كلها موجوده, ايه ده؟ ايه ده؟ انا عارف حمدي وعارف انور وعارف تويتا واحنا كلنا عارفين بعض, استاذ اشرف ما يعرفش ان احنا عارفين بعض. فبعدها لما قعدنا مع بعض انت عملت كده بيقول انا عارف الكلام ايه ده؟ لا بس اسيبك من الاسئله, بس اسيبك من الماتش, يعني اكسبك من الاسئله اكسبك من الماتش. يعني انتوا كنتوا تعرفوا بعض اصلا؟ احنا كنا عارفين بعض. منين بقى؟ يعني احنا مثلا بنروح لتوتا وانور, يعني تويتا مركز الابداع, تويتا كان مركز الابداع, بس قصدي قبل كمان مركز الابداع كنا بنروح لبعض الجامعات نتفرج. احنا كنا في كليه التجاره جامعه القاهره انا وربيع وكريم كلنا, ونروح نتفرج على جامعه عين شمس نشوف العروض اللي بيعملوها في المسرحيات هناك. كنا عارفين بعض مش صحاب بس عارفين بعض, عارفين من مسرح الجامعه ده شغال في تجاره من مسرح الجامعه. بعد كده اتقابلنا انا وربيع وكريم وتوتا واسراء واللمبي, يعني ناس كتير وويزو, اتقابلنا في مركز الابداع. وفي نفس الوقت كان خاطر وانور وحمدي شغالين في مسرحيه تبع مسرح الدوله. استاذ اشرف عبد الباقي الفتره دي نزل اتفرج على كل المسرحيات اللي بتتعرض, فاختارنا احنا من هنا واختارنا من هنا واختارنا واتجمع واتجمعنا, فاكتشف ان احنا عارفين بعض. فمن بعديها جبنا بقى شقه كل خمسه قعدوا فيها, فبقى كل خمسه قعدوا في شقه, كل خمسه قعدوا في شقه. ما هو الانتاج ده كان على قد لا انا قصدي ليه اتجمعتوا ان انتوا يعني انتوا انت ساكن انت من سكان القاهره يعني يعني هم برضو عين شمس والقاهره, يعني اكيد انتوا من هنا مش عارفين. احنا من هنا بس عايز افهمك المشروع دوت صعب جدا في ايه؟ في ان احنا مش هينفع ننام. ليه؟ لان احنا بنطلع مسرحيه كل يومين اصلا, فانتوا لازم تبقوا مع بعض وتشوفوا كل يوم. احنا اثنين ثلاث بروفات عشان الاربع عرض رقابه, يعني اكنه عرض أيوة طبعا, خميس جمعه سبت تعرض للجمهور. فانت في يومين لازم تطلع مسرحيه, فمستحيل لو رحنا بروفا ساعتين ثلاثه مستحيل يطلع عرض, مش هيطلع عرض طبعا. فاحنا عايشين مع بعض, فكنتوا كلكم متجمعين, كلنا متجمعين طول ال7 سنين قاعدين مع بعض يوميا عايشين, ان احنا طول الوقت بنفكر في المسرحيه. مين اللي كان عايش معاك او مين كان يعني مين كان جنب؟ كنت قاعد انا وتوتا وكريم عفيفي وانور وحمدي, كنا احنا خمسه في شقه واحده. مش علي؟ لا. طب ليه الناس يعني انت في رمضان كنت عامل المسلسل انت وحمدي فيلم الصندوق ده هنتكلم عنه, عمل نجاح كبير جدا الحمد لله, والمسرحيه مع علي, ليه الناس بتحس ان بتقول علي ربيع واسوس ما بتقولش اسوس وحمدي؟ يعني الدكتورات في الشغل دايما اسوس وعلي, علي واسوس, ليه بقى؟ هقول لك, لان احنا كنا من ايام الجامعه كنت بشتغل انا وربيع وكان معانا برضو كريم, فاحنا كانت كميتنا اقوى لما اتقابلنا مع الناس اول مره, كنا انا وربيع على طول اللي بنظبط شغل مع بعض. حتى في مركز الابداع كان معظم الشغل في مركز الابداع انا وربيع بنظبط شغلنا مع بعض, فاحنا الجامعه واوبرا شغالين مع بعض انا وربيع. لما جينا مع استاذ اشرف عبد الباقي فكان لازم ان انا اشتغل مع حمدي وربيع يشتغل مع انور, ولازم يحصل ميكس, ففي دوتوهات كتير ما بيننا, فتلاقي الحمد لله كان بس كان الاشهر يعني انت عارف كويس قوي لما بنقول ايه علي واسوس, اسوس وعلي, يعني انت اكيد دي حسيتها من الاول. احنا حتى انتوا بتديكوا ساعات الدخلات بتاعتكم كتير قوي في العروض مع بعض. ما عشان كده بقول لك احنا كل يعني بدايه المواسم بتاعتنا كنا كل الناس حتى عارفين ان انا وربيع بنظبط شغلنا مع بعض. لحد ما عدينا تقريبا موسمين او ثلاثه ابتدينا بقى اروح اشتغل انا وحمدي, مش كل شويه بقى انا وربيع, الناس هتزهق مننا, فلازم نعمل ايه؟
تبادل مع بعض. فالحمد لله ده حصل وحصل في توفيق كمان. فتلاقي الناس عارفة ان ما بين أسقس وحمدي في حاجة. ربيع وانور في حاجة. خاطر وتوتا في حاجة. فاحنا الحمد لله قدرنا نوصل للناس ان اي دويتو بينجح. الحمد لله الناس بتتبسط منه وعارفين كل واحد. يعني الناس عرفتنا شخصيا. يعني الناس بقت تحس ان احنا قرايبها. دي حقيقة. احنا ناس بتقعد في الشارع يطلع عادي بجد يعني كده. يعني الحمد لله ده من حب الناس طبعا. ان انا ابن خالتهم ونزلت اجيب عيش. مش شاف واحد بيمثل في التلفزيون في الشارع. هو ده السؤال بقى التاني اللي عايز